30 سنة نعمل سيدي ومدينا 30 سنة سيدي ديالنا وما كاينش اللي حاكمه من فلوسنا راه كيعدي للناس من فلوسنا حنا كيعطيهم كيرشيهم وحنا فين حنا حنا كنضيعوا كاين اللي مات خلى اليتامى وخلى اليتامى هنا وما كاين لا حق لا قانون كيقول لك كاين العدالة ما كاينش العدالة كاين العدالة على المسكين وعاش الملك كاين مالك عندنا واحد هو اللي كيحكم بالحق ومن غير ولكن الظلم كما تعرفوا الاخوان هذا الوقفه مثلا الاحتجاجيه باش نطلبوا الحق ديالنا من جمعيه الامانه اللي كاينه في الدار البيضاء انا من المنخرطين اللي شاركوا في عام 1992 هي بدات في 91 ولكن الشكل باش تزرفنا فيها كما يقولوا تصيدنا فيها وتوهموا علينا بان المقر ديال هذا الرئيس ديال الامانه كان خدام في الجماعه ديال البرنوسي حنا باش تشمتنا تحت الرايه المغربيه حنا ماشي ما قاريينش ولا ما عارفينش عارفين ولكن قلنا منين هذه مثلا المقر ديال الدوله وخدام هذا السيد في الدوله وعندنا المهندس معماري والجمعيه باير نتعاونوا معاه ونديروا قال لنا له عود كاذبه بان راه تعودوا على دفعوا 3 مليون من بعد 3 نعطيكم السكن الاوهام ولكن هو كيدير واحد القضيه اللي ما خصوش يديرها لان القانون ما كيسمحش ليه بها واش هو مهندس وكيمشي للاراضي اللي فيها الشبهات واللي فيها النزع الملكيه وكيشريها بحال هكاك وهي محكوم فيها باش النزع الملكيه 4 سنين قبل ما يشريها هو اذا هذا السيد هذا الحرفه ديالو كمهندس ديالاش ديال التخلويط لان خصو اول حاجه المهندس يعرف ويعرف مثلا بان مثلا الارض صحيحه بحال انت النوطير واش النوطير غادي يخليك مثلا تشري شي حاجه وما يكونش داك الشيء قانوني راه حنا كنطلبوا الا حاجه وحده ما كنطلبوش بان باش شي واحد يعطينا شي حاجه ولا يعطينا السكنه فابور ولا هذه كنطلبوا الحق ديالنا هاد الناس كلهم اللي مجموعين هنا راه اضعف واحد اللي دافع الفلوس راه تقريبا دافع 3 حتى 4 حتى 5 6 كاين اللي مخلص الشقة 20 و25 و30 مليون وإلى حد الآن راه وقف معنا هنا هاد الناس وكنطلبهم حاجة واحدة من العادة ديالنا تاخذ لنا الإنصاف مع هاد السيد ويعطينا حقوق ديالنا ما كنطلبوش شي حاجة أخرى الجمعية 30 عام فينا ما العيالات الأرامل اللي تقدموا هاي وحدة ما تقدمش المشكل ديالنا أننا منخرطين في جمعية ديال الأمانة ودابا هاد السيد 30 عام ما دار معنا تحل مات اللي مات العيالات بقاو أراميل والرجال تا هما هاو اللي كان شاب راه شاب ودابا كنتمناو من العدالة ومن الملك نصره الله باش يحلوا لنا هذا المشكل يحل لنا المشكل على ود الناس راه ما دايرينش الله وراهم وما دايرين حتى شي حاجة طغى هاد السيد طاغي اضعف واحد مخلص 5 اضعف واحد في هاد الجمعيه مخلص 5 وهاد السيد ضيعنا بزاف لانه حنا كبرنا ما بقى حتى حد قبلنا لا بركه لا والو يقبلنا خلينا نبقى الله يجزيك بخير هاد الناس ضيعت الجامعه كلها ضيعت الجمعيه الناس كلها خلي ما هاد السيد ما كيخافش الله انا يخافش الله يا اخي درنا شكايات درنا ما خلينا ما درنا راه عداله ما كل شيء عندهم وين احنا باقين في الضيعين احنا بقينا في الخلا احنا وليداتنا بقينا في الخلا يا اخي 30 عام المصير باع راه شحال راه الملاير ماشي الملاير راه 45 مليار 45 مليار احنا ضيعنا احنا ضايعين انا دالي 30 مليون انا اللي دريسي انا فرنسا خدمت وعطيتني فلوس وما استغليت حتى حاجه حتى حاجه ملي نجي نسول في بيرو يقول لي راه المحكمه اش غادي ندير في المحكمه انا بوحدي اش غادي انا بوحدي بالرملي كيفاش غادي السيد اللي عراني ما عنديش حتى السكن كاين دابا فين نسكن يجي ولادي من فرنسا يكريو وحنا كاين باش نسكنو وليدي واحد راه في مراكش ساكن في مراكش واحد اخر راه مشى على كاري
انني هنا والمراه هنا في الدار البيضاء حي الكبار هنا كاين الطباب عندنا فين نمشيو. لان حنا باعوه ب 56 مليون ديالنا هنا، عطاونا هنا، عطاونا المتروات ديالنا هنا، ومن بعد قالوا لنا سير واحد السيمانه وغادي تجي وغادي تلقى الدار ديالك راه مصوبه مقاده، وملي جينا لقينا الباب ديال الحديد تباعت لشي وحدين اخرين في الطليان ب 56 مليون، وانا اللي عطي 18 مليون باقي تندور دابا خارج لندريت من ليفار من القوه. خدمنا 28 عام ديال السيرفيس ومع هاد الناس هادو هنا ما قفلنا معاهم والو. حنا تنطلبوا من عند الله سبحانه وتعالى والملك الله ينصروا لينا وداك الشيء سميتو يشوف هاد القضيه هادي تنصب عليا مزيان، ماشي فات نصب ليه ونصب على هاد الناس كاملين. ما كاينش شي واحد قل من 60 سنه هنا، حنا كلشي هنا 60 70 كاين مول 86 سنه و30 عام. هذا راه عار، هذا عار 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 في الدوله ديال الحق والقانون باش نكونوا في هذا المستوى هادي، وحنا دايرو تريتي ومازال باش دينا السكنه ديالنا. حنا ما تنطلبوش من عند الدوله تعطينا، حنا ديالنا هنا تعطيه لينا، غير ديالنا هنا تعطيه لينا، اما ديال الدوله حنا ما طابعينش فيه. حنا ضحيه ديال جمال ديال الامانه، جمعيه الامانه. هاد الجمعيه، هاد الجمعيه تحدات الجمعيه العذريه ديال البرنوسي، من بعد خرجوا المسألة ديالهم بقاو كيجمعوا عباد الله، وعدونا بان 1936 غادي نستافدوا، شدوا منا 3 المليون عطيناها لهم، من بعد زدنا 2 المليون هي ولات 5 المليون. من تما من 91 الى يومنا هذا ما كاين لا استفاده لا حتى شي حاجه، كيتماطلوا علينا كيتهربوا علينا، كلاو الفلوس ديال عباد الله ولا شنو جاري لهم. حنا ضحيه، كانت بجلالة الملك يدخلنا في المصيبة هذه باش يحلها لنا، باش يحلها لنا. السلام عليكم، حنا واحد الجمعية، جمعية الأمانة البرنوسي معروفة، راه معروفة كاع الوزارة عندهم الملف ديالنا، كاع أي وزير تشد الحكومة كيعرف الملف ديالنا والمشكل ديالنا، والمقر ديالها باش مشينا ليه حنا في 91، المقر ديالها البيرو في الجامعة الحضارية ديال البرنوسي، والسيد المهندس ديال الدولة. وباش مشينا قلنا غادي نكونوا سكن مضمون، وحنا باقي الشباب حدايا دابا داز 30 عام، هما داروا لولادهم وكتبوا لولادهم الديور ولعيالاتهم، منهم هذاك محمد امين المال ولده باقي صغير داير ليه المرسيدس، داير لمرته الديور. حنا اللي ولاد دار بيضاء احنا ساكنين في المحل، حنا ولادنا ولاد ولادنا. انا دابا عندي السكنه وعندي بناتي جوج مجوجين وعندي ولدي مجوج ولاد عرام ديال الدراري الصغار كاع في محل واحد، وما استفدناش كون كان نيسوا لينا كون رحنا عندنا احسن دار، مشات لينا عرام ديال الفلوس. مع القل الامال هذا العام غادي نسكنوا، هذا العام غنسكنوا، هذا العام غنسكنوا، احنا سالينا والصحه سالات وكل شيء ساله وما سكناش. الان باش قال لك شراو في عين السبع 45 قطار، هو كيعرفها بان هذيك ماشي ديال السكنه، ودار هو على علم بها ومشى شرا وعاود جاتها نزع الملكيه وعاود باعها، باش باعها اقل من الثمن باش شرا، يعني مشات لينا الران ديال الفلوس، وفي الاخر قال لك ما عندنا ما نديروا لكم، ما ردوا لنا فلوسنا، ما عطاونا سكن، ولا كيقول لك ودابا سيروا خذوا البارطمات هنا. هذا العام غنكونوا ما كاين لا اجتماعات، لا ما كنشوفوش، ما كنعرفوش فين سكن، ما كنعرفوهمش فين ولاو، وداو لينا فلوسنا وداو لينا رزقنا. عاش الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.